إمام علي عليه السلام لمن يشكو؟ لمين بيشكي؟ بده يشكي لعمر، لأبو بكر، لمين؟ بعد رسول الله بعد ما في يشتكي، إلى من يشكو؟ بده يشكي للأصحاب، يشكي لله سبحانه وتعالى. يا سيدي، يا من عليه معولي، أنا أعول عليك في كل حاجاتي وفي كل همومي في أن تقضيها وتكشفها عني. يا من إليه شكوت أحوالي، وأنت أعلم بحالي وأعلم ما يدور في بالي، وأعلم بنفسي مني بما أعيشه من مشاكل ومن آلام ومن بلايا ومن مصائب، فأرجو منك يا رب أن تكشفها عني وأن ترفعها عني، لأنك موضع شكواي. يا ربي يا ربي يا رب، تكرار للنداء كما فسرناه سابقا، لأن الله هو المدبر، لأن الرب معناه المدبر. فاسمع يا مدبري شكواي وفرجها وحلها لي، وكن عند هذه الشكوى مجيبا. قوي على خدمتك جوارحي، اجعلني أعيش في خدمتك. في خدمتك يعني شو؟ يعني في خدمتك، وهذا مر شيئا ما يعني تفصيله. اجعلني في خدمتك يعني في كل موضع تطلبني تجدني، هاي معنى اجعلني في خدمة. ولا الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلينا، هو غني عنا ولا يحتاج إلى عبادتنا ولا إلى طاعتنا ولا إلى شيء من عندنا، لكن خدمة الله سبحانه وتعالى شرف. مثلا واحد فات على المسجد شاف له فد وسخة، هاي خدمة، خدمة في بيت الله، يشيلها خليها بجيبه أو خليها بسل زبالة يكسب عليها أجر. مثلا أقول واحد مثلا شاف مؤمن بحاجة إلى خدمة وهو قادر أن يلبي له خدمته يخدمه، هاي خدمة الله. خدمة الله خدمة أنفسنا، خدمة أنفسنا مش خدمة الله. بعبارة أخرى يعني أنا عندما أقضي حاجة المحتاج أو أعطي الضعيف أو أعين اللهيف أو مثلا أخدم الله في بيته، مثلا مسجد مساجده بحاجة لشيء، أنا أستطيع أن آتي بهذا اللي يحتاج المسجد هم، يعني هاي خدمة الله. صحيح مش عم بخدم الله كالله، لأن الله ما يحتاج، لكن عم بخدم ما هو في طريق الله عز وجل، وهذا يحبه الله. هذا معناه قوي، اجعلني قويا على خدمتك.